صريح إلى أبعد الحدود. منذ مدة والإعدام تاع الشعب نتاعنا، الإعدام تاع الشعب نتاعنا بالخصوص المعمرين، بالخصوص الكولون اللي احنا حوزناها من بلادنا، بالخصوص أصحاب الأموال اللي هما خلاو الفيلات واللي خلاو القصور الشامخة، بالخصوص الناس اللي خلاو المعامل، الناس اللي خلاو الأراضي. أقول منذ مدة هما على كل حال يحاولوا باش يبينوا بين هذه المنطقة، على كل حال منطقة تختلف عن المناطق الأخرى نتاع البلاد. حاولوا على كل حال قبل الاستقلال منذ 10 سنين، وحاولوا كذلك أثناء المعركة نتاع التحرير، وابقوا يحاولوا بواسطة الجرائد نتاعهم وبواسطة على كل حال الإذاعات نتاعهم، يعني الراديوات نتاعهم والتلفزيونات نتاعهم، باش يبينوا أن عمالة القبائل هي عمالة على كل حال تختلف عن عمالة الجزائر، وأن على كل حال الناس أو المواطنين في هذه الجهة هم على كل حال ناس عنصريين، وهم ناس على كل حال انفصاليين. هذه الدعايات المسمومة أيها الإخوة، وتسمحوا لي أقول بهذه المناسبة التاريخية اللي حاول وخدم بها الاستعمار، وتعرفوا المبدأ نتاع الاستعمار وسياسة الاستعمار هي فرق تسود. حاول هو على كل حال الأتباع نتاعو باش يثبتوا أن فيه الشعب الجزائري، حاولوا كذلك على مر العصور وعلى مر السنين ومنذ احتلوا بلادنا باش يقدمونا مناش كشعب، ولكن عبارة عن قبائل وطوائف وجماعات متفرقة اللي ما يربط بيناتها حتى شيء. هذه أيها الإخوة السياسة الاستعمارية، هذه أيها الإخوة المذهب الاستعماري، هذه أيها الإخوة المحاولات الاستعمارية. لكن ما كانت النتيجة نتاع الاستعمار؟ النتيجة نتاع الاستعمار أنه على كل حال انكسر، أنه انهزم في بلادنا، لأنه على كل حال عاش 132 سنة لكن ما استطعش أن يعرف الحقيقة نتاع هذا الشعب، وما استطعش على كل حال أن يعرف المقومات الحقيقية نتاع هذا الشعب، وما استطعش أن يعرف النفسية نتاع الجزائري، وجهل أو تجاهل أبسط شيء. وهذا الشيء أن وحدة الشعب الجزائري، أن وحدة الأمة الجزائرية هي على كل حال وحدة اللي انصهرت على مر السنين وعلى مر العصور، انصهرت في المعارك العديدة، المعارك البطولية، انصهرت على كل حال في الدم وفي النار.